السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، حياكم الله وبياكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وفرح وسرور. كما وعدكم أحبابنا، معكم أخوكم أبو عمر، معالج في مجال الطب البديل. كما وعدكم بعدة فيديوهات سابقة أن ننزلكم فيديوهات جديدة بعلاج جديد وفريد من نوعه وأيضا نافع بإذن الله عز وجل، والعلاج مجرب وكذلك الأمر عن خبرة طويلة بإذن الله عز وجل. اليوم أحبابنا راح نتكلم لكم عن علاج الديدان عند الأطفال وعند الكبار على حد سواء. العلاج أحبابنا بسيط جدا وأيضا طريقة استخدامه بسيطة جدا، ولقد انتفعت ناس كثيرة بإذن الله عز وجل من هذا العلاج سواء كبار أو صغار على حد سواء. اليوم أحبابنا راح نبين لكم ما هو العلاج وكيفية طريقة العلاج. العلاج يا احبابنا كالتالي، بارك الله فيكم، والاعشاب موجوده عند العطارين. اول شيء نبدا بزهره البابونج. زهره البابونج ميزتها يا احبابنا معقمه ومطهره بنفس الوقت، مطهره ومعقمه وملينه ايضا. ناخذ منها مقدار 50 غرام نطحن ناعم بودره، وايضا ناخذ من الشيح مقدار 100 غرام، والشيح موجود ايضا عند العطارين. تقريبا ناخذ منه ايضا 100 غرام ونطحنه ايضا ناعم بودره. وايضا هنا عندنا يا احبابنا السنمكه، كذلك الامر ناخذ منها مقدار 50 غرام. الشيح يا احبابنا، الشيح بارك الله فيكم من افضل الاشياء، هو ينقى الدم ايضا ويقتل جميع البكتيريا والديدان المعويه او في المعده بارك الله فيكم. باذن الله تبارك وتعالى راح نقول لكم طريقه الاستعمال بعد هذه الأوزان والأسماء. تطحن هذه الأعشاب الثلاثة طحن ناعم جدا جدا. طريقة الاستعمال، يؤخذ من الأعشاب مقدار ملعقة وسط توضع على نصف كوب عصير ويشرب بعد الفطور بساعتين وقبل النوم أيضا بساعتين، هذا للكبار. أما للصغار يأخذون مقدار ملعقة صغيرة على كاس عصير، أي عصير يصير عصير برتقال أو تفاح أو ما شاكل ذلك من العصائر الطبيعية الموجودة بالبقاليات، ملعقة صغيرة على كاس عصير ويشربه بعد الفطور بساعتين وقبل النوم بساعتين، ويستمر عليه حتى يقضي على جميع الديدان سواء بالمعدة أو بالأمعاء. نتمنى لكم بالشفاء العاجل، ولمتابعين الكرام السعادة الأبدية. نودي أحبابنا ونترجى أنكم تشاركون جميع فيديوهاتنا حتى يعم الخير بين الناس، وكن سباقا للخير أيضا، وكن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نتمنى لكم السعادة الأبدية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بفيديوهات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.